احنا مرينا بظروف صعبه الفتره الماضيه، الفتره القصيره ما بعد كارلوس كيروش مع منتخب مصر. تتوقع انه الامور دي تتحسن الفتره القادمه؟ شايف انه في امور اتحسنت فمعاها الجهاز الفني هيلاقي معاونه ومسانده ان المنتخب يبقى بشكل افضل، ولا شايف ان احنا ممكن نواجه نفس الصعوبات الفتره اللي جايه؟ بص، هو اكتر حاجه متوفره وما توفرتش ممكن لمعظم المدربين هي التوقيت. الاوقات فيها براح كبير جدا 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 بالنسبه لفيتوريا. عنده وقت، بطوله افريقيا تاجلت، عنده مش مطالب ببطوله افريقيا، عنده كاس عالم سنه 26، عنده تعاقد 4 سنين، عنده كاس عالم. المفروض انه لو اتعمل 48 ان في تسعة فرق ونص من افريقيا، فالمفروض انك ما بقتش الهدف انك توصل كاس عالم، بقى الهدف انك تعمل تيم لكاس العالم. مظبوط. فما اعتقدش انه في عوائق غير التوقيتات. والتوقيتات متاحه جدا جدا جدا، هيستخدم كل الاجندات باريحيه كبيره جدا. يعني لك ان تتخيل وهو عامل عقد 4 سنين، اول مشاركه رسميه بعد 7 شهور. صحيح. يعني حتى المشاركتين اللي كانوا قريبين الحمد لله ان هم اتاجلوا. فهو عنده اهم عائق دايما كان بيقابل، ازاي المسابقه بتاعتك مش منتظمه، ازاي تستخدم الاجنده الدوليه، تعارض المشاركات الافريقيه. كل ده مع بداية الدوري الجديد اعتقد انه هيبقى منتظم حسب ما اتقال. المشاركات الافريقية واضحة ومعروفة. فهو عنده اوقات، عنده وقت متاح كبير جدا انه يقدر يشتغل. والاهداف بعيدة، يعني اول هدف بعد 4 سنين، حتى صحيح. الهدف ده سهل. صحيح. يعني حتى الهدف ده سهل. فانا كان نفسي بس الهدف القريب اللي هو بعيد برضه بعد سنة ونص. هدف افريقيا يكون فيه كلام اوقع من كده، لانه انت هتلعب 24 و25 بطولتين افريقيا. فهتفضل طول الوقت تقول احنا ان هو مش مطالب وهو في وقت اساسا للاعداد. يعني ارجو ان النظره دي تتغير شويه. صحيح. واعتقد ان اتحاد الكوره ممكن يغير النظره دي. ومش بالاجبار، يعني مش عافيه يعني. صحيح. كلها تفاهمات فنيه، كلها تفاهمات، يعني الامور طالما العلاقه كويسه تتعمل يعني.